شرحت طبعا للكباتن قواعد المسابقه، وكل واحد اخذ الباص في حضنه ومجهز ايده للاجابات. جاهزين يا استاذ؟ هخبط من حريم على طول. على طول جاهز يا استاذ؟ معلومات جامده. الله، ده بيرن. لا لا، بترن ليه؟ طيب، هو طفاه بالبر. يلا يا احمد، السؤال الاول. اتصور ده سؤال في المتناول، اعتقد كده. كم لاعب يمكن تسجيله في ورقه تسجيل المباريات الرسميه للكره الطائره؟ لا على طول. اتفضل. ده هو فاهم. هو 14 لاعب. 14 لاعب، برافو عليك. على ده داخل جامد قوي من اولها. مع ان انا بتوع الطايره كلهم اصحابي. طب فين انت؟ ما دوستش ايه؟ لا ما انا معلش بقى، هو صاحبي يا حبيبي. اذا انت واخد الباص يعني شويه شويه هيخش جوه الجيب. طيب اللي بعد. طيب دي طبعا رائعه شاديه. سيدي الحباب، على فكره امهات كتير لما بيسمعوا الاغنيه دي بيبكوا. طبعا من اجمل اغاني شاديه رحمه الله عليها. سيدي الحباب يا ضنايا امتى. طيب، في اي شهر يبدا الجنين في استشعار صوت الاعضاء ببطن امه؟ يعني في الشهر الكام الجنين يبتدي يسمع حركه الاعضاء، المعدة بقى والقولون والكبد والقلب والحكايات دي كلها في الشهر كام؟ لو في إجابة اتفضل، هيعرف أهو. الشهر الرابع. الشهر الرابع، برافو. ده مش مظبوط. هدي لحضرتك ثلاث اختيارات. حلو. أوكي؟ جاوبت هتاخد درجة، ما جاوبتش. لا ده احنا اتفقنا ثلاثة، حضرتك قلت لنا في الفاصل لو اتنين. كلام سليم. لا طيب، أنت أستاذ. لا يا كابتن، أنا ماشي على القواعد. طيب هنا هخيرك، اديك ثلاثة ولو غلطت ما اخصمش منك حاجة. ولا اديك اثنين ولو غلطت اخصم منك درجة؟ لا ثلاثة كابتن. ثلاثة، خليك في السليم يعني. طيب، هو الأستاذ رضوان قال أربعة وأنا قلت مش مظبوط، هل هم خمسة؟ الشهر الخامس؟ الشهر السادس؟ الشهر السابع؟ الخامس، السادس، السابع. اتفضل دوس. اتفضل. السادس. الشهر السادس. برافو عليك. لا اصل انا كمان صاحبي الدكتور عمرو النوري استاذ رئيس اتحاد التجديف بيحكي لك الولاد بيسمعوا امتى. بقينا كده ايه؟ واحد واحد واحد، الحمد لله. اللي بعد. اي فريق في الدوري الامريكي يملكه بيكهام؟ ادي اختيارات. هل هو انتر ميامي، كانليكس، اولد بويز؟ تفضل. انتر ميامي. انتر ميامي. ميامي. قولا واحد. ميامي ولا نيامي؟ لا نيامي ده بعد شويه واحده بروح. لا اصل انا كنت لسه كان عندي زكي عبد الفتاح اخويا العزيز مدرب حراس المرمى مع المنتخب. كنا بنتناقش، فاعتقد يعني يعني اعتقد ان هو عايش في امريكا. طبعا. بيدرب نادي لوس انجلوس، وكان معاه برادلي، وبرادلي على فكره راح كندا بس هو مستمر في لوس انجلوس عشان ولاده وكده يعني. زكي موجود يعني الحمد لله. كان زكي موجود. آه وانتر ميامي موجود. برافو عليك. الحمد لله، برافو عليك. بقينا اعتزل بقى. اتنين واحد. اللي بعد. ده تعبان، ماذا يطلق على صوت التعبان؟ يا سلام. فحيح. فحيح. فحيح الأفعى. برافو عليك. لا ده جامد، ده جامد، ده جامد، ده جامد قوي. طب عايز أسألك أستاذ رضوان، صوت الأسد؟ زئير. زئير. زئير وأوغندا كمان. صوت البطة؟ البطة كواك 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 كواك. صوتها إيه؟ اسمها إيه؟ من اسمها، من البطه. بط بط بطة بطة بط بطة بط بطة بط بطة. طيب بط بطة. طيب صوت البقرة. صوت البقرة. بالخاء. خرير. خرير. لا لا مش خرير. خرير ده. لا خرير. ايه؟ خوار. 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 طب صوت الحمار. نعيق.
نهيق مش نهيق نهيق. طيب كل ده يعني ريليتد بسؤالك ان السؤال خلاص راح هنا. ده كده تحبيش يعني عشان الجمهور. طيب بقينا كده 3-1. شد حيلك. تمام اللي بعد كابتني ما. يا سلام شوف الجميل الاغنيه. مين المطربه دي؟ سعاد محمد. لا مش سعاد محمد. ها طب هي بتقول البوسطجيه اشتكوا من كتر مراسيلي وعيوني لما بكوا وعيالي وعيالي لما بكوا. لا وعيوني لما بكوا وعيالي لما بكوا لبستهم ميري. هيتلبس عيونها ميري؟ لا يا فندم وعيوني لما بكوا ده متأكد. طب شوف لنا الجمله ايه. لا ده البوسطجيه اشتكوا من كتر مراسيلي وعيوني لما بكوا دابت مناديلي. روح يا نسيم والنبي. امال فين وعيالي لما بكوا لبستهم ميري؟ لا ده حاجه طيب تانية. هنشوفها بعدين الحكايه. طيب احنا قلنا بقى اي دوله ما هي الدوله او اول دوله استخدمت البريد؟ اتفضل. هي دوله اوروبيه. ايوه دوله اوروبيه. انجلترا طبعا. انجلترا طبعا. برافو عليك. او كمان عملت اول دوله عملت السكه الحديده. السكه الحديده طبعا. وخلي بالك انه اول كمان طابع اتحط عليه الملك فيكتوريا 1860 وعملوا طابعتين واحده سوداء وواحده زرقاء. بالظبط. يبقى اذا انجلترا هي اول دوله اوروبا اول دوله في العالم استخدمت البريد. تمام. نتيجه قربت 3-2. ايوه وعيونه لما بكي دابت مناديلي. هكمل. روح يا قمر والنبي على الحلو مثيلي. ايوه ابعت مرسل. امال فين امال عيالي لما باكوا لبستهم ميري دي فين؟ نقطه زياده يا كابتن. ده دخلت اغنيه ثانيه بقى ولا ايه؟ طيب باش كده ليها نقطه مش لاقي ادور على العيال كده. شوف العيال ناموا. العيال ناموا. انا فاكر الجمله دي وعيالي لما باكوا لبستهم. لا ده ممكن تكون ايه يعني محاكاه للاغنيه زي ما كنا محاكاه. طيب ماشي. بقينا كده 3-2. اللي بعد ده طبعا هيكل عظمي. السؤال ما هي اطول عظمه في جسم الانسان؟ اتفضل. عضله الفخذ. عظمه الفخذ. الفخذ طبعا. انا بقول عظمه مش عضله. لا عظمه الفخذ. عظمه الفخذ. برافو عليك الجمال. لا ده ده لا ده 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 جاهز قوي. دي اخدناها في الرياضه يعني. عظمه الفخذ هي اطول عظمه في جسم الانسان. طبعا. ما شاء الله. الله يكرمك. بقينا كده 4-2. اللي بعد الله. بتحب اغاني مين اكتر حد بتسمعه في العربيه؟ عبد الحليم. عبد الحليم في العربيه طبعا. عبد الحليم احلى اغنيه بتحبها هي؟ لا كتير. اكتر بس يمكن قارئة الفنجان. قارئة الفنجان. يا عيني. وفي يعني في اغاني طبعا كتير. صفيني مره. عارف طبعا مين اللي كتب قارئة الفنجان؟ نزار قباني. نزار قباني طبعا ولحنها طبعا. من الاغاني العظيمه. وانت استاذ رضوان بتحب تسمع مين؟ عبد الوهاب. عبد الوهاب. تسمع فاكر اغنيه معينه تحبها؟ لا كتير كتير. كل اغاني عبد الوهاب كلها. كان عبد الوهاب لما كانت ورده خصوصا الاغاني الوطنيه. يا سلام. ورده جزيره لما سئلت لما بتبقى بيعملوا بروفات. كان زمان انت عارف ما فيش حاجه اسمها تراكات وبتاع. كانوا يروحوا الاستوديو في التلفزيون الدور الارضي في التلفزيون يشوط الاغنيه على الهواء على طول كلها على بعضيها. ورحت البلد اللي كان بيصيف فيها سوريا. عبد الوهاب. بلودان. بلودان كان بيصيف فيها. لان مراته كانت مش سوريه. هي برضو نهله قدسي. لا انا والله ما اعرف. لا اصول. طيب كان بيسألوا وردة جزائرية انت ليه في البروفات مع عبد الوهاب بتيجي تغني بتضطربي؟ هي أردنية. لا قدس أردنية عشان يبقى معلومة مظبوطة. ليه بتضطربي؟ قالت لهم لما أغني قدام عبد الوهاب اللي هو بيعرف يغني كويس قوي ببقى خايفة إن أنا أغلط أو أنشز أو أخرج عن المقام أو كده. كانوا جبابرة. كانوا جبابرة. عبد الوهاب ده مبدع. بروفات واهتمام. ربنا سبحانه وتعالى بيدي النجاح على قدر الاهتمام. بالظبط بالظبط. دلوقتي انت بتسجل جمله وبعدين يستنى شويه وبعدين يعملوا له التونتيه بتاعته ويظبطوه بالتراكاه. يعني قصه تانية خالص. طيب بقينا كده يا سيدي كام؟ 4-2. احنا ما سالناش سؤال لسه. لسه احنا رحنا في ام كلثوم. طيب احنا الفورة من كامل السؤال. هي على فكره نهله القدس عشان نصحح. هي اردنيه فلسطينيه. ايوه الاثنين يعني. طيب ما هي نسبه المياه في الكره الارضيه؟ كم في الميه؟ اتفضل. تقريبا كده تلتين مساحه الكره الارضيه يعني حوالي 70% حاجه كده يعني حاجه و70 واحد 71 حاجه كده يعني.
بقول لك ايه؟ لا خلاص هو كسب. برافو عليك. ما شاء الله. كسب 71%. لا لسه. بقينا 5-2. اوكي؟ اللي بعده. لا. حد فيكم بيربي قطط في البيت؟ لا لا. ولا كلاب؟ ولا كلاب لا 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 للاسف. لا انا نفسي طبعا بس يعني المدام عندي منعه تماما هذا منع الموضوع ده. لكن انت نفسك. انا نفسي يا ربي. لكن الكلمه يعني كلمه المدام. طبعا هي قاعده في البيت طول النهار. لا احنا ما بره. لا تربيه القطط او الكلاب مع ان هو ما شاء الله يعني البيت عندهم بيت يعني ما شاء الله وما شاء الله يعني طبعا الالج والمرج يعني ناس هناك يحبوا يربوا البط اهل خير وحاجات كده يعني الوزن حاجات زمان. لا ويربوا الاهل زمان عندهم النخل كمان. طيب السؤال كم عدد أسنان القط؟ عدد أسنان القطة بس عدد أسنانها كام؟ لو ما فيش إجابة دي اختيارات. يا ريت اختيارات. يا ريت عشان اختيارات. أنا عندي رقم. أنا بقى بختار. لا ممكن تحجز على فكرة لو عايز. عايز تحجز؟ حجزت. خلاص يبقى أنت مضطر تجاوب. هجاوب. هجاوب. طيب خلاص ما أنت دوست خلاص. ما تسأل السؤال. حاضر يا فندم. عدد أسنان القط. هنستثني من قواعد المسابقة ان هو يدوس قبل السؤال. القط الذكر ولا الانثى؟ لا لا الاثنين زي بعض. زي بعض. 8-10-12 8-10-12 او 8 هسهلها لك اكتر. 8-9-10 هي 10 طبعا. 10 اسنان انت بتقول طبعا. طبعا. 10 اسنان طبعا. ما عمرهم هي 10 ولا طبعا؟ لا عمرهم ما يكونوا 9. ليه؟ لان 9 مش هيبقى اللي يبقى يا 8 يا 10 يعني. يا 8 يا 10. انت وهم يعني هم 8. قول. لا قول براحتك انا لسه ما خدتش اجابه. لا 8 ولا 10؟ 10 10 10 ولا 8؟ 10 10 10. ده مش مظبوط. بس مش هقدر اروح هنا لان ما كانش يجي بقول 9 ان انت قلت فعلا صح. فما فضلش الا 8 فمش هقدر اروح هنا. وبالتالي السؤال هذا السؤال قد حجب. قد حجب هذا السؤال من مصلحتي. مش قوي لان الاسئله كده بتقل اللي فاضله. بقينا كده ما زلنا 5-2. الاغنيه اللي جايه يا جماعه مطربه هتسمعوها بتغني في كلمه احنا مسكتينها. لما تعرف الكلمه اللي احنا مسكتينها وانت بتشوف الاغنيه احجز. احجز. واضح الكلام؟ لما ايه؟ لما تسمع الكلمه اللي هي ساكته يعني هي الاغنيه بتغني. تمام. في كلمة هي هتسكت فيها مش يعني احنا مسكتينها. مش هتقولها. هتحتاج حضرتك لو عرفتها احجز. تمام. واضحة كده؟ ولو ما عرفهاش برضه بيحجز. انت حاجز طول الوقت. طيب. ما انا عايز اعوض. مش عارف اعوض. يلا يا سيدي. ليلة عيد. سمعتوها ولا سمعها لكم تاني؟ بس وعليها شوية. طيب. عليها يا احمد شوية عشان الاساتذة يسمعوها كويس. يلا. هقولها لك انا. هي بتقول ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينة وناس صوت نقط صوت نقط. تاني. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينة وناس صوت و لا صوت كذا. طبعا صوت في اختيارات ولا سمعها لنا كمان مرة. ليلة عيد في اختيارات ولا ممكن اخد اختيارات لو انتم مش عارفين. زينة وناس. ادينا اختيارات. زينة وناس صوت نقط. صوت ايه؟ كلمة ولا هي على فكرة دي اغنية انا جايبها بمناسبة ان احنا في راس السنة يعني خلاص دخلنا على السنة. ها؟ موسيقى؟ صوت موسيقى. خلينا ادي اختيارات. لا ادي اختيارات. طيب هل هي بتقول صوت احباب صوت حراس صوت اجراس؟ اجراس اجراس, أجراس. انا قلت اجراس. انت قلت اجراس بس هو داس. لا ما انا قلت الاول. انا قلت الاول قبل ما ادوس. هو قال خلاص خلاص وانا مسامح. وانت مسامح. بس انت استاذ انت عارف القواعد. انت سبته من غير باز وانت دوست. لا أنا, ما... انا استنيت اصلي اخر يعني الاجابه سبقتني. الاجابه سبقتك بالظبط كده. بقينا 5-3. الاجابه كانت اسرع من الجرس. اسرع من الجرس. طيب 5-3. اللي جاي ده سؤال عن قوة الملاحظة. هتشوفوا لقطة ماتش كورة ركزوا في كل حاجة فيها عشان هسألك سؤال عن اللقطة اللي انت شفتها. كلام واضح؟ تمام. يلا يا سيدي. الشاشة هنا ولا؟ لا
نقله والتاني مش تاني. عيد اللقطه تاني. عايز تعيدها تاني؟ بعد اذنك. حاضر، ما ينفعش اقول السؤال وبعدين تشوفها تاني. يلا عيدها تاني يا احمد. نقله شهاب. ايديكوا على الباص، ايديكوا على الباص. شهاب الدين احمد التيشيرت رقم كام؟ اتفضل. ستة. برافو عليك، ايه الجمال ده. ما لحقتش انا، ما انا جيت ادوش. كان هو كنت عارفه حياه النبي. يعني خدت بالي، بس انا قعدت ابص عليه وعلى الجزمه وعلى البتاع وكلام من ده. بس هو. طب نشوفها معلش عشان نتاكد من الرقم. لا لا تعيد. برافو عليك عشان اتاكد من الرقم. برافو عليك. انت ممتازه قوه ملاحظتك، لان هي ظهرت في عجاله. الرقم 6 ظهر في عجاله، فبرافو عليه. لكن هذا لا يمنع ان الاستاذ ايمن هو اللي فاز. تفوق. لا بس النتيجه طيبه، يعني اداء مشرف. 5-4 كده. 5-4 اداء مشرف. اذا فاز. خلصت ال ايوه يا باشا. خلصت المسابقه؟ ايوه. انا سايب لك سؤالين. ايوه. على الاستاذ رضوان الزياتي. مبروك يا استاذ ايمن. الله يبارك فيك يا استاذ رضوان. الله ربنا يخليك. 200 جنيه دول هنشيلهم بقى. قلت الثمانيه الثمان سنان دول النهارده 30. هي سنان القط. برغم ان انا اديتك فرصه وتراجعت انا تاني وبتاع. انت رحت 10 ورحت 8 ورجعت 10. انا مش متخيل ان يبقى اقل من 10. ليه؟ ما دام ما بتربيش يبقى ما اتعضتش قبل كده منه، فما انتش عارف. لا بشوفهم انت لازم يعني. كانت تتخربش من القط. بشوفهم كتير. شكرين. مبروك يا ايمن بيه. شكرا يا كابتن. الف الف مبروك. مباراه جميله وقويه. هديه جميله ويعني تذكاريه جميله. ربنا يخليك. يعني مش لازم تصرفها. هي مش لا مش هقدر اصرفها. انا هحتفظ بيها. لو اتصرفت هحتفظ بيها. لو اتصرفت هتتعرف. لا 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 انا ببلغ عنها بالارقام. لا 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 ده انا حبروزها. ده كفايه ان انا يعني كان المنافس بتاعي يعني شرف راجل صحفي عملاق واخ فاضل. يعني ده شرف ليا. شرفت ونورت يا استاذ رضوان. كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيب. شرفت ونورت يا استاذ ايمن. ختام سعيد لعام ان شاء الله باذن الله سعيد، وان شاء الله العام الجديد يكون عام خير وسعاده وامن وامان وصحه على كل الناس ان شاء الله باذن الله. يا رب ان شاء الله باذن الله. شوف حضراتكم الثلاثاء القادم بمشيئة الرحمن. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.